الحاجات دي موجود منها في الاثار في المخازن ولا في أيوة المتاحف المحموده ولا رسومات بس؟ لا موجوده موجوده وموصفه في اكثر من برديه واكثر من كتاب. هذا العمود هل منه حاجه مجسمه موجوده؟ ممكن نشوف طيب صور عمود الديجيت يعني ده صور لا هل هو موجود في ايوه موجود موجود موجود. فعمود الديجيت من الحاجات طبعا احنا فاكرينه منشأ مثلا ولا فاكرينه اي حاجه ثانيه اخواننا هنا مش فاهمين ده ايه. ما هي دي مشكله مع ان هو كمان يعني هي مشكله كمان ان هو متوصف ومتقال ان هو جالب للطاقه ومتقال في كذا حته ان هو حمى مصر من كذا ومتقال في كذا حته ان هو كان بيستخدم لنقل حجاره الاهرام بصندوق اوزوريس وصندوق اوزوريس ده هو المعادل للكهرباء الاستاتيكيه وموصف اللي هو اتنين انتنس بتوع نقل الكهرباء وحتى حركه الموجه اللي بينهم وكذا وكذا كل الحاجات دي موصفه يعني كل الحاجات دي مش 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 اختراع ناس او يعني مش اتجاهات خاصه لناس كل الحاجات دي موصفه. المقابر بتاعتنا والحاجات والبرديات والحاجات اللي اتسرقت ايام من ساعه توت عنخ امون والكلام ده كله طبعا كان في حراميه خايبين لا عايز يسرق شد ذهب بتاع الكلام ده كله انما مين اللي هل سرقت قبل كده؟ هل الحاجات دي سرقت قبل كده؟ ايوه طبعا في حاجات عظيمه اتسرقت يعني مثلا يعني ايه انا من الحاجات مثلا اللي على سبيل المثال للحصر مثلا يعني وحاجات انا اطلعت عليها مثلا في بردية ترند مثلا اللي في المتحف البريطاني الرقعه الجلديه للرياضيات المصريه في المتحف البريطاني في مثلا بردية برلين دي في متحف برلين بردية ريزنر انا هقول بقى اهميه دول برديات كاهون انا كل برديات دي عندي يعني تفاصيل منها برديات دي بتثبت كل الكلام دوت وفي اكتر يعني منها زائد انها بتثبت الاصول علوم الرياضيات الحديثه عند المصريين يعني مثلا المتتاليات العدديه حساب المثلثات ليس فيثاغورس هو صاحب حساب المثلثات بل بالعكس فيثاغورس اثناء وجوده في مصر وهو طلع بعد حركة مكتبة الإسكندرية فيثاغورس أخذ علم المثلثات من مصر فيثاغورس وبرضو ما تلا من علماء البرديات دي بتثبت أن المصريين هم أصل علوم الرياضيات وعلوم حساب الحجوم والعلوم الهندسة الحرة زائد الكهرباء الاستاتيكية بقى وغيرها 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 وفي تفاصيل كتير عندي من البرديات دي ان هم الكسور والحجوم والحسابات المثلثات وحسابات كذا وكل اللي هي معظم الرياضات اللي احنا بندرسها حديثا ومنتسبه لناس غير فده غير بقى ايه انا ما دخلتش كمان مثلا او مثلا ما بتعرضش حاليا مثلا فيما يخص النواحي الطبيه، النواحي الطبيه فيها حاجات مهازل يعني النواحي الطبيه ده هم عندهم في معبد رمسيس الثالث في مثلا تكبير للحيوان المنوي وكاتبين الحيوان المنوي هو المسؤول عن الذكر او الانثى طب هما شافوا ده ازاي من غير عدسات ميكروسكوبيه ده غير بقى لو دخلنا مثلا في 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 المسلات المسلات دي كانت بتستخدم كعواميد اضاءه على فكره وكانت مستقطبه للكهرباء اللاسلكيه وكانت بيكسى الهريم برضو بتاعها بخامه معينه هما يعني شارحين تركيبتها معقده بس كان المعدن ده بيسموه الالكترون ودي حاجه غريبه جدا ان كان المعدن بيسموه الالكترون الكترون يعني كلمه الكترون مش اختراع العلم الحديث ف طب البرديات الموجوده اللي حضرتك ذكرت منها ديت طبعا في برديات اتخفت اللي فيها اسرار لحاجات اللي طبعا فيها بالتأكيد. يعني هم الحاجات اللي بيقول ان ده كذا وده كذا كل ما هو مش هيفيد يعني مش هيفيد بيثبت ان احنا عملنا ده وده مش مشكله انما اللي فيها اسرار لا بس للاسف ان دي اللي انا بتكلم عنه ده كمان يعني طبعا ده غير اللي تم سرقته لكن ده حتى اللي انا بتكلم عنه ده محطوط في متحف بريطانيا ومتحف برلين ومتحف موسكو والبرديات دي عندي تفاصيل منها كتير جدا كيف يتم اخفاء هذه العلوم وانهم اصحاب هذا العلم لا اعلم الكلام اللي انا بتكلم فيه ده اشتغل فيه مش عشرات يعني فوق الميت باحث ولهم كتب وناس يعني دكاتره وباحثين وبروفيسور في الجامعه ومش عارفه ايه مش مثلا حد من الشارع او كده ومعظم افلام كتير طلعت في ديسكفري من اكبر القنوات العلميه الكلام ده ما يعني ما بيظهرش بصوره رسميه او بيتم التعتيم او بيتم التجاهل او بيتم كذا فلا اعلم فالنقطة برضو عايزين نكمل عشان طب هنشوف طب احنا دلوقتي عايزين نخش على زي ما بيقولوا على العلاقة بتاعت الاهرامات بمجموعة اوريون النجمية بس عشان نفهم مجموعات لان علاقة الارض بالمجموعات النجمية وده الموضوع
الفلك كان العرب فيه متقدمين واكيد القدماء المصريين كانوا متقدمين، انما انما علاقه حقيقيه، علم حقيقي، بس احنا مش واخدين بالنا. هو الغريب كمان ان يعني قبل ما ادخل في موضوع اوريون، ان القدماء المصريين في علوم الفلك يعني وصلوا لحاجه رهيبه جدا جدا، لدرجه ان هم عندهم رصد لمجموعه من المذنبات والنجوم اللي هي لا ترى من على الارض، يعني ان قدامها مجموعات نجميه حجبها مدرياها لغايه الان لا يعلموا كيف ان ده موثق عن المصريين. هو في صوره للفلك، يعني احد صور الفلك النجمي عند الفراعنه دي فيها مجموعات لا ترى من على الارض، لغايه دلوقتي هم مش فاهمين ازاي هم رصدوها، لان دي يجب ان انت تكون فده يدل على ان كان في اسلوب للرصد مختلف عما نعلمه تماما، يعني يجب ان ترى من الفضاء. تاني حاجه بقى طب نشوف صوره الاهرامات واورين. كل مجموعه هرميه، كل مجموعه هرميه وجد انها عامله كابلينج او عامله يعني مماثله او عامله صوره معكوسه لمجموعات نجميه محدده لها اهميتها. وعلى فكره ده مش في الارض بس، حتى اهرامات المريخ. طب نشوف صوره اهرامات المريخ. طيب الاهرامات على ما يجيبوا الصوره، يعني هوري بس حاجه في لقطه بسرعه قبل ما ادخل في موضوع اورين، لان موضوع اورين مهم جدا عايزه نركز فيه. اختلف عليه قبل طيب ما نروح كده نشوف اهرامات المريخ على ما يجيبوا الصور يا دكتور. الصوره ال- 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 الحاجات اللي طب البتاع اللي يقف في في, في في اوروبا في اوكرانيا ولا اسمها ايه ديت الاهرامات اللي يقف بره اسمها في البوسنه، في البوسنه ديت هل الاهرامات اللي اتلقت هناك؟ طيب هقول حاجة بس، يعني كل مجموعات هرمية قبل ما ادخل في اورين، كل مجموعات هرمية حتى اللي اكتشفوه دي مدينة سيدونيا دي اللي مكتشفة على المريخ، وطبعا هم موضوع المريخ ده عاملين خدعة كبيرة يعني نبقى نفتحها، لان اصلا موضوع المريخ ده هم من زمان هبطانين هبطوا على المريخ، وفي قواعد في المريخ وفي موضوع كبير يعني، فكل بيتقال ده يعني كل الكلام بتاع الهبوط على القمر والهبوط على المريخ والصور ده كذب على العالم، والمجموعه دي معموله اصلا يدوينه معموله من زمان جدا، وهنقول بقى الموضوع دوت نفتحه النهارده ان شاء الله. المهم دي مدينه سيدونيا على المريخ برضو نفس الاهرامات بتاعه دي المفترض انها مصوره بقمر صناعي. لا دي بالاخر رحله، اخر رحله متصوره للمريخ يعني بقى حاجه من مركبه فضاء يعني مركبه فضاء مركبه فضاء اللي هي طب ودي المغرفه، دي مجموعه المغرفه النجميه دي بتاعتنا اللي عارفينها العاديه مش كده، اللي هي بلاديوس دي مطابقة تماما برضو، سيدونيا مطابقة تماما لمجموعة بلاديوس. ممكن نشوف الصورة بتاعة الأهرامات وأوريون، الأهرامات وأوريون، يعني أنا قصدي أن كل مجموعة يعني يعني مثلا إيه عشان مثلا يبقى فيه يعني في مثلا مجموعات النجمية إيه دي الصورة دي كده بص. خلي معلش بعد اذنك دي شويه، يعني مثلا عندنا هرم ابو رواش مثلا بيمثل نجم كابا، هرم زاويه العريان بيمثل نجم جامك الجبار. زاويه العريان دي فين دي؟ منطقه اسمها زاويه العريان دي بصراحه انا عارفه الهرم بس انا يعني ايه مش حاضرني دلوقتي مكانها. في برضو الهرم الاحمر اللي هو زي بتاع سينفرو ده بيمثل نجم اللي هو مجموعه الدبرون، الهرم اللي هو المنحني بيمثل ابسلون اللي هو مجموعه الطور. فاحنا عندنا الاهرامات وجد انها بتماثل مجموعه اوريون، وهي تعتبر انعكاس لمجموعه اوريون النجميه اوريون النجميه. مش بس كده، الموضوع ده بقى ايه غايه في الاهميه، هيفضل معانا، عايزه الناس تركز فيه عشان الموضوع ده هيفضل معانا. مجموعه اوريون النجميه من المجموعات الاساسيه اللي بتعمل توازن للمجره، وبالظبط يعني هو قصد مش يعني مش جايه كده بالصدفه او اعجاب بالنجم او الكلام او المجموعه النجميه. مجموعه اوريون دي تمثل حاجات مهمه جدا هنتكلم عليها ان شاء الله النهارده في كذا حاجه، بس الاول مجموعه اوريون من المجموعات الاساسيه اللي بتعمل توازن لمجرتنا درب التبانه او الميلكي واي. تاني حاجه ان في حاجه غريبه جدا، ان كما يقع الهرم في 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 غرب نهر النيل، تقع مجموعه اوريون بالظبط في غرب نهر المجرة. نهر المجرة ده هو نهر شاقق المجرة بتاع درب التبينة من الشمال للجنوب،
وهو عبارة يعني عن مجموعات ضبابية من الركام الكوني وكذا، بيسمى نهر المجرة، وهو أساسي في المجرة بتاعتنا. نفس تشكيلة نهر المجرة بالنسبة لمجموعة أوريون هو نفس متاخد، يعني ده من الحاجات الغريبة جدا، يعني مقاس مجموعة أوريون حديثا بس في بعدها عن نهر المجرة، لقوا ان بنفس النسبة هي تطابق الأهرامات بالنسبة للنيل، كأنهم عاملين انعكاس تام لمجموعة أوريون. في حاجة بقى برضو أحب أذكرها في النقطة دي، ممكن نشوف الصورة اللي قدامنا دي، دي الصورة اللي هي بتاعت التماثل مع مجموعة أوريون. في نفس الوقت وجد ان الفوهات اللي بتطلع منها برضو الطاقة الميكروية اللي احنا قلنا عليها بتطلع من 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 غرفة من غرفة الملكة، الفوهات مطابقة لنجوم مجموعة أوريون، ونجم اللي هو في 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 رجل مجموعة الجبار. كم من نجمة؟ خمسة ولا كام؟ لا هي ثلاثة، اللي هي أوريون بيلت. لا هو مش يعني اللي هو أوريون بيلت ده اللي هو الحزام الجبار، هي اسمها مجموعة جبار أو مجموعة برسايس. حزام الجبار ده هي المماثلة للهرم تماما. تاني حاجة الفوهات، يعني هم ثلاث اهرامات مماثلين ليهم تماما. الفوهات اللي هي كانت تطلع منها الطاقه دي متجهه لمجموعه أوريون بيلت اللي هي نفس المجموعه النجميه، ومتجهه للنجم سيريوس. النجم سيريوس ده كان من اللي هو نجم الشعرى اليونانيه، ده كان من اكبر النجوم اللي بتعبده الحضارات قديما، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول وانه هو رب الشعرى، وانه هو رب الشعرى اللي هو الشعرى اليونانيه اللي هو نجم سيريوس ده من اهم النجوم اللي كانت بتعبدها بعض الحضارات قديمة، انه بتقيم لها طقوس كبيرة جدا. وهنشوف ده بقى احتمال ليه هو كان متوجه لمجموعة أوريون، وازاي كان الهرم دوت. يعني انا عايز الناس تركز في ده عشان يفضل معانا. هو في فاصل؟ امال ايه؟ طب هنشوف فيديو كده بعد فاصل هنشرح فيه حاجة.